السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. اتفضل. كنت مستقيم وبصلي يعني إلى حد ما بفضل الله. تأتيني يعني وساوس يعني تتعاظم أن أذكرها لأحد يعني. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مشابها لذلك، فقيل له: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي ذاك محض الإيمان، أي كتمان ذلك وعدم التحديث به، دليل على الإيمان القوي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فعليك ألا تسترسل في التفكير، وعليك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدخل عن يسارك ثلاثا. ويا حبذا لو قرأت سورة الإخلاص مع سورتي الفلق والنس. والله أعلم، مع الدعاء.